يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: إن هدف دعوة الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم والكراسي. هدفهم الكراسي، ما هدفهم دعوة، الكراسي. والدعوة الحق دعوة إلى التوحيد التي هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ولهذا بيّن سماحة الشيخ ابن باز الملاحظات على منهج إخوان المسلمين أنهم لا يهتمون بالعقيدة ولا يهتمون بإنكار الشرك والبدع. يا سبحان الله، دعوة لا تهتم بالتوحيد ولا تهتم بإنكار الشرك والبدع، ماذا ترجو من هذه الدعوة؟ ترجو منها الخير؟ لا تعتني بالتوحيد. الأنبياء كلهم بماذا بدأوا دعوتهم؟ بدأوا بالدعوة إلى التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.